الاثنين بلقان بالدماغ. ايه ده الاثنين فيها همزه برضه. خلاص انا هخليها يوم الجمعه بقى وهو يبقى اجازه. يا صباح الورد. انا انت وش نبي؟ بندق ورجب ما هم موجودين. ما انا عارف ان هم مش موجودين. ما انا لو عايزهم كنت جيت وهم موجودين، مش محتاجه انا بها يعني. اكشن. شوف بقى يا عم صالح، انا هحكي لك حكايه صغنطوطه قوي كده. مره راجل صاحب محل ذهب ومجوهرات كان قاعد في المحل بتاعه هو والصبي بتاعه بيعدوا الفلوس والذهب، دخل عليهم واحد هم ما يعرفوهوش. قام سأل الواد الصبي بتاعه تعرفه؟ قال له لا معرفوش. فالواد قال لهم اللي دخل عليهم اللي هم ما يعرفوهوش ده، قال لهم هاتوا الفلوس والذهب. هو انا ممكن افهم انت بتهبب ايه؟ بعد الفلوس يا رجب، دي امانه يا رجب، انت ما انتش شايف الفلوس قد ايه؟ طب بعد كده فانا هعمل لك ده طبعا مش هتلمسك، يعني انت هتحاول تتفاداه، يكون هو كتفني. ماشي خلاص؟ هات حاجه هو هتسيبه حاجه يا بندق. صح كده؟ تقالي كده اوقع. بص يا طارق اديني شايفيني كده ثانيه. بص يا طارق ده عملنا ده، استنى. لا استنى يا ابني الناس، امسكوا كويس، امسكوا كويس يا رجب. ولا وقع؟ ايه ده؟ وقع يا عيال، هات حبل، هات حبل بسرعه، حد يجيب حبل. يا سلام يا اخويا، بقى انت شايف بقى كده ان انت بتساعده؟ يا بندق انت بتورطنا في مشكله احنا مش قدها. ازاي بيتصلوا بيك وتليفونك بيديهم مقفول؟ انا مش فاهم حاجه. المشكلة زوجتي تقول اني اتصل عليهم رقم ثاني، كيف ما ادري؟ احنا لسه بنفكر. اقول لك سلطانة ولدي قاعد يدور علي وهو بلاقيني وتقول لي مفكر؟ انا نازل ادور عليها الحين. ايه ده كله؟ جاب شكاري الجبس يا بندق، احنا هنجبسه ولا هندفنه؟ يا سيدي اهو لو فاض منه اي حاجة نبقى نقلي بيه سمك، بدل ما انت بتعمله لي قرديح كده. أنا اللي مرنه على كل التمرينات والتدريبات.